بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب سنة ثالثة ثانوي، إزيكم؟ أخباركم إيه؟ ويا رب دايماً تكونوا بخير. طبعاً إحنا معنى إن إحنا بنتفرج دلوقتي على الجزء الخامس. المفروض إن أنت شفت الأربع أجزاء اللي فاتوا الخاصة بيونت 3، ولو أنت أول مرة بتتابعني في أربع أجزاء خاصة بيونت 3، هتلاقي اللينكس بتاعتهم في الوصف. ده غير طبعاً اللينك بتاع قائمة تشغيل كاملة ليونت 1 وقائمة تشغيل كاملة ليونت 2. ليه هتشوف الأربع أجزاء قبل ما تحل معانا النهاردة؟ لأن الجزء ده خاص بامتحان على يونت 3، فطبعاً هتحل امتحان إزاي من غير ما تذاكر اليونت كلها؟ الاربع اجزاء الاجزاء اللي فاتوا كافيين جدا ان انت تتقن ان شاء الله يونت 3 وترجع معانا تحل معانا ان شاء الله الجزء الخاص بالنهارده اللي هو الامتحان. فبالتالي لو انت اول مره تشوفني دلوقتي، لا اتفرج على اليونت من اولها وبعدين ارجع كمل معايا النهارده. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك ان شاء الله كل جديد، لاننا مكملين ان شاء الله لغايه يونت 16 لغايه ما نخلص المنهج، والريفيجن كمان هنحل مع بعض كل اللي ممكن ايدينا تقع عليه لغايه ما نوصل ليله الامتحان مع بعض ونقفل الانجليزي باذن الله مع بعض زي ما تعودنا. يلا نروح نحل مع بعض التيست ونرجع لبعض تاني. السؤال الاول تشوز نمبر 1 بتقول مستر جابر از ذا بيرسون نوت اي جيت ا لوت اوف انفورميشن. قبل النوت في بيرسون عاقل، بعد النقط بقى لو عندك فعل بتستخدم هو او ذات، لو عندك اسم بتستخدم هوز، لو عندك زي الموقف اللي احنا فيه ده جمله كامله عباره عن فعل وفعل اي جيت ا لوت اوف انفورميشن، بتستخدم اي حاجه من الثلاثه هو او ذات او هوم او ما بتستخدمش اصلا. طب ما انا عندي هنا مستر فروم هوم وهوم وهو. هنا بقى المفروض انك تفهم حاجه مهمه جدا، انا عايز اقول انا بحصل منه على المعلومات، فكلمه فروم مش موجوده في باقي الجمله. لو انت كان عندك هنا اي جيت ا لوت اوف انفورميشن from him او from، كنت عشان from موجوده كنت هتختار هو او هوم وكلاهما صحيح. انما طالما ما فيش موجود from يبقى لازم تتكتب. هتتكتب فين؟ تتكتب قبل هوم عادي، فتبقى الاختيار الصح بتاعها from whom اللي منه بحصل على المعلومات. letter b فاروق is flying not for the first time tomorrow he will have no co-pilot. مش هيبقى معاه co-pilot، مش هيبقى معاه مساعد طيار، يبقى هيسافر solo لوحده. letter d number 3 the book not I bought last week is really interesting. الكتاب غير عاقل وبالتالي اختار which. letter c واحد يقول لي طب ما هو letter c which تنفع وذات كمان تنفع، لان ذات تنفع مع غير العاقل. فاكر لما قلت لك وانا بشرح القاعده في الجزء الثاني وانا بحل على اسئله القواعد في الجزء الرابع، ان انا لما يبقى عندي الفصله دي ودي ما ينفعش ذات ابدا مع الفصله ابدا 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 ابدا، فبالتالي استخدم واتش ليتر سي هي الاجابه الصحيحه. نمبر 4 هشام has just got his driving not حصل على رخصه القياده and already he wants to buy a car license يعني رخصه. ليتر بي Friday is the day not I visit my relatives in our village. طبعا قبل النقط في the day اللي هو الموعد، وبعد كده ما عنديش اي حاجه تمنع ان انا احط وين، لا عندي فعل بعد النقط مثلا، ولا عندي حرف جر قبل النقط بعد دي، ولا عندي حرف جر اي فيزيت ماي ريليتيف ان مثلا. هتقول لي لا ما في ان اور فيليج، لا ان دي بتاعت المكان اللي هو ان اور فيليج، انما لو في ان في اخر جمله تاني كان هيمنع ان انا احط وين، وبالتالي كل دي حاجات مش موجوده فهحط وين عادي جدا. ليتر دي هي الاجابه الصحيحه. 6 He invited me to the party. Not was very kind of him. اللي كان طيبة منه جدا. طبعا الحكاية كلها الموقف كله فكرة انه عزمني على الحفلة. انا مش بتكلم عن الحفلة نفسها، ومش بتكلم عنه هو نفسه، ومش بتكلم عن العزومة، بتكلم عن الموقف العام. وانا قلت لك وانا بشرح لما يبقى عندك موقف عام زي كده استخدم معاه which letter A. علشان كده بقول لك لو ما سمعتش الشرح يا ريت تسمع الشرح وتسمع الجزء الرابع اللي فيه حل اسئله القواعد. نمبر 7 عمر has received a master's not in conversation management. الراجل حصل على درجه علميه ديجري لتر سي ديجري درجه علميه درجه الماجستير. نمبر 8 not he needs to live comfortably is big in big house and a new car. ماذا يحتاج علشان يعيش بشكل مرتاح، او ما يحتاج له، او الاشياء التي يحتاج اليها. هي كلمه the things that او the things which، الحاجه اللي انا شرحتها لك كتير قوي وانا بحل معاك الاسئله بتاعه القواعد، وانا بشرح لك القاعده كمان في الجزء الثاني. قلت لك لما تلاقي the things that مش موجوده، الاشياء التي يحتاجها، بدل ما نقول الاشياء التي بنقول what، كلمه what بديل عن الاشياء التي يحتاجها. الاشياء التي يحتاجها ليعيش مرتاح هو بيت كبير وعربيه جديده، فبدل ما اكتب الاشياء التي
the things that فبكتب what على طول letter B هي الإجابة الصحيحة. I am hoping to study science at university. After not, I'd like to work as a research scientist. After A. After which. والتي بعدها أنا عايز أنا بيقول أنا بتمنى أن أخلص study science at university أخلص دراسة العلوم في الجامعة والذي بعده I'd like to work as a research scientist عايز أشتغل عالم وباحث طبعا after which after which ده تعبير على بعضه والذي بعده letter D Mr. Majid not all his students to do the best that they can do that they can do Mr. Majid شجع طلابه ان هم يعملوا قصارى جهدهم اقصى حاجة ممكن يعملوها يعني encourages encourages يعني يشجع letter C These days women have as good as education as men not I think is a good thing التي والذي اعتقد انه شيء كويس هذه الايام السيدات او النساء بياخدوا تعليم جيد جدا مثل الرجل والذي اعتقد انه شيء جيد فين الذي طب ما انا مش عارف هو عاقل ولا غير عاقل لا هو موقف عام فكرة ان الستات بيدرسوا كويس وبيتعلموا كويس ده موقف عام فالموقف العام بيستخدم معاه which يا جماعة انا بأكد على الموضوع ده كتير مواقف عامة حكاية ان هي بتدرس كويس دي حكاية كلها على بعضها تاخد which letter A 12 He says he is busy Not he really means he doesn't want to go out this evening انا بحدد حرف الجر اللي قبل which ازاي بالفعل اللي بعد which فين الفعل means يعني او يقصد الفعل مين بياخد حرف الجر by which letter D هي الإجابة الصحيحة 13 when you argue for something لما تجادل او تناقش علشان حاجة you try to persuade us انت بتحاول تقنعنا that it's right انها صح right letter B هي الإجابة الصحيحة لما تكون بتجادل من اجل حاجة ده معناه ان انت بتحاول تقنعنا انه صح which box are yours اي الكتب بتاعتك the note on the table بوكس جامع مش كده فلما نقول the one يعني الواحد لكن the ones دي معناها الشوية اللي هناك دول the ones معناها بالبلدي كده الشوية اللي هناك اللي على الترابيزة دول letter B هي الإجابة الصحيحة which phrasal verb means to fill or use an amount of space or time ايه الفعل اللي معناه انك تملى او تستغرق وقت او كمية من الوقت او من الفراغ اللي هو take up letter C يعني يستغرق او يستنفذ وقت معين 16 I'd prefer to watch a match rather than not to music rather than بيجي بعدها المصدر listen rather than I prefer to watch خدت بالك prefer to مصدر rather than مصدر دي قاعدة انا بفضل ان انا اعمل كذا rather than كذا انا بفضل اشاهد المباراة watch مصدر بعد كده rather than listen برضو مصدر letter D وده الجزء بتاع القطعة والقطعة قطعة سهلة جدا بتكلم عن الشخص الناجح في حياته الشاطر واللي هو ايا كان بقى هو شخص هو طالب هو دكتور هو محامي هو مهندس هو صاحب شركة هو صاحب مصنع ايا كان هو المفروض بيعمل ايه علشان يكون شخص ناجح قطعة سهلة طبعا المفروض انك هسيبك تقراها ده الجزء الاول الفقرة الاولى ممكن توقف وتقراها براحتك ودي الفقرة التانية نروح بقى الأسئلة مع بعض لو انت لسه ما قريتش وقف واسأل وقرا براحتك السؤال في القطعة بيقول What does an honest doctor do؟ ماذا يفعل الطبيب الأونست الأمين أو الشريف؟ الإجابة طبعا letter D gives the right diagnosis يعني يعطي التشخيص الصحيح يشخص المرض letter D هي الإجابة الصحيحة السؤال التاني بيقول Why is competition in complex societies unfair؟ ليه التنافس في المجتمعات المعقدة بيبقى غير عادل؟ على حسب القطع بيقول انه بيبقى غير عادل لانه ببساطة الأقوى هو اللي بيقدر يتعايش مع الموقف يعني الأقوى اللي بينتصر فالاختيار letter B على حسب القطع ما مكتوب Because the strongest can survive الأقوى هو اللي بيقدر يكمل Number 3 What does the underlined word entices Sorry, entices means ماذا تعني كلمة entices؟ معناها تقنع persuade letter B هي الإجابة الصحيحة entices معناها persuade What's the best title to the passage؟ إيه أفضل عنوان ممكن تختاره لهذه القطعة؟ ببساطة شديدة جدا honest and dishonest people الناس الأمينة والناس الغير أمينة الناس الشرفاء وغير الشرفاء letter B هي الإجابة الصحيحة
السؤال اللي بعد كده نمبر 5 بيقول two things define social climbers mention them. بيقول ان في حاجتين بيعرفوك بالمتسلقين، عارفين انتوا المتسلقين اللي هو مش المتسلق بتاع الجبال، لا اللي هو المتسلق انسان متسلق يعني بيوصل لمناصب كبيره وهو ما عندوش اي مهاره. في القطعه مكتوب كده، بيقول قول حاجتين من الحاجات دي. ببساطه مكتوب في القطعه ان هم those who aren't efficient، ناس ليسوا عندهم كفاءه مش كفء، and get high posts وبيحصلوا على مكانه عاليه او بيوصلوا لاماكن عاليه. ده الحاجتين اللي بيميزوا لك الشخص المتسلق، مش كفء خالص بس في مكان عاليه. طبعا اجابات الاسئله هنكتبهم حالا بعد ما نخلص اجابه الاربع اسئله. give two examples of honest people in simple societies. الناس الامناء او الشرفاء في المجتمعات البسيطه، زي الطالب اللي بيحاول يبذل قصارى جهده عشان يحصل على درجات عاليه ويحقق نجاح، زي الطبيب اللي بيوصف الدواء الصح وبيشخص المرض صح، زي المحامي اللي بيستخدم القانون علشان يثبت ان العميل بتاعه بريء لان هو فعلا بريء. فمكتوب الكلام ده في القطعه، تعالوا نقول مع بعض. بنقول مثلا a clever pupil is a bright one who makes the best. هو الشخص اللي بيعمل قصارى جهده of his educational chances، في فرص التعليم بتاعته، طالب الشاطر. A clever lawyer، المحامي، is one who handles the law، اللي بيهندل القانون يعني بيطوع القانون، so as to prove، لكي يثبت that his client is in the right، ان العميل بتاعه او الموكل بتاعه صح وهو مش مذنب فعلا. A clever doctor gives the right diagnosis، يعني بيوصف بيشخص صح for his patients للمرضى، and prescribes the right medicine وبيوصف الدواء الصحيح for them. ثلاث أشخاص مش اتنين بس. give two examples، اديني مثالين of people who twist the truth، اللي بيلفوا حوالين الحقيقة بقى، اللي هم بيطوعوا الحقيقة لصالحهم هم. اوكي مين هم؟ a doctor who entices more patients، اللي بيقنع المرضى to go to him and consequently makes more money of them، يعني بيحاول يقنع بطريقة أو بأخرى المرضى أن هم يروحوا له وبيعمل منهم فلوس، ده بيطوع الحقيقة. A clever lawyer، من وجهة نظر المجتمع دلوقتي بيقولك عليه شاطر، المحامي الشاطر in the sense of the world is he who manages to prove، اللي بيقدر يثبت the innocence of a wrong doer، بيقدر يثبت براءة مذنب، بيسموه محامي شاطر في الوقت بتاعنا. هو في القطع بيقول كده، بيقول ان دلوقتي كلمة شاطر بقت حاجة مش حلوة، يعني الناس ما بيحبوش يقولك، ما بيحبش حد يقول عليا انا محامي شاطر، انا دكتور شاطر. لا، المجتمع بتاعنا دلوقتي للأسف الشاطر فيه هو الشخص اللي بيعمل الغلط عشان يحصل على مصالحه. طيب السؤال الأخير، why do you think modern man dislike being described as a clever؟ ليه من وجهة نظرك الشخص المودرن الحديث دلوقتي ما بيحبش يتوصف بالوصف بتاع clever ده؟ ليه ما بيحبش حد يقول عليه كده؟ because cleverness means dishonesty، لان الشطارة دلوقتي اللي هي عدم الامانة وعدم الشرف. تعالوا نشوف الاجابات بتاعت الاسئلة دي. دي هي الاجابات. Translation بيقول not only are women the primary caretakers of children and elders in every country of the world, but they participate in the national economy and the country's workforce as well. Not only ليس فقط are women the primary caretakers، يعني ليس فقط النساء يقوموا على رعاية أو يقوموا برعاية أو هم أولى الناس برعاية الأطفال والكبار كبار السن في كل دولة of the world في العالم، but ولكن they participate in، هم يشاركوا في national economy الاقتصاد القومي and the country's workforce as well، والقوة العامة في البلاد. يبقى الترجمة اللي هنقولها كده مع بعض، لا تقوم النساء فقط على رعاية الأطفال والشيوخ في كل بلد في العالم، بل إنهم يساهمون أيضا في الاقتصاد الوطني والقوة العامة في البلاد. الترجمة الثانية عشان نكتب الترجمتين مع بعض، إن التخطيط المستقبل من سمات البلاد المتقدمة والأفراد الناجحين، وهذا يحتاج إلى العمل الجاد لتحقيق الأهداف التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع وتحقيق النجاح في نواحي الحياة. طبعا إن دي هتتسيبها خالص وهتبدأ على طول بالتخطيط، planning for the future، التخطيط للمستقبل.
من السمات، من سمات البلاد هنقول يكون is one of أو of على طول، يعني دي صح ودي صح. One of the features of a developed countries، واحدة من سمات البلاد المتقدمة. And الأفراد الناجحين successful individuals، successful individuals. وهذا يحتاج this requires، كلمة require يعني يحتاج أو يتطلب، وممكن نقول need. This needs or requires يحتاج إيه بقى؟ العمل الجاد hard work لتحقيق، لتحقيق اللي هي لكي نحقق يعني to achieve الأهداف the goals التي تعود بالنفع، التي تنفع، التي تفيد، التي هنا الأهداف غير عاقل يبقى which أو that، وتفيد أو تنفع يعني benefits يبقى which benefit الفرد individual the individual والمجتمع and society، وتحقق النجاح and achieve success في كل نواحي الحياة in all aspects اللي هي نواحي of life in all aspects of life. شوف الإجابات هي يا شباب. وبكده يكون انتهى الجزء الخامس وانتهت يونت 3 كاملة. أتمنى تكون استفدت من اليونت كلها اللي كانت متقسمة على 5 أجزاء. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، ما تنساش تعمل لايك الفيديو وتشيره كل أصحابك عشان الفايدة توصل للجميع. بلغ أصحابك على كل وسائل التواصل الاجتماعي إن في حاجة بنستفيد منها لو أنت استفدت، خلي الفايدة توصل للجميع. يلا أشوفكم الحلقة الجاية في اليونت 4، إلى اللقاء.